من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لملحمة طوفان الأقصى ولآخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية. جيش الاحتلال واصل عدوانه لليوم الرابع على التوالي، وخصوصا في مدينة جنين، حيث فرض حصارا مطبقا على الطرق وداخل الأحياء فجوبها بمقاومة وصفت بالأعنف، مضطره إلى تعزيز قواته العسكرية على داخل المخيم. الاشتباكات أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة ومقتل جنود إسرائيليين، ما رفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 20 شهيدا منذ الأربعاء الماضي وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. مشاهدينا، نبدأ هذه التغطية بهذا التقرير للزميلة نسرين سلمي. هكذا كانت الحال في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. اشتباكات وصفت بالأعنف في أحياء الدمج والفلوجة بالمخيم والجبريات المطل عليه. شهداء ارتقوا وإصابات في صفوف المقاومين، فيما أعلن مقتل جندي وإصابة آخرين نقلوا في مروحيات على إثر كمين نفذته المقاومة. الاحتلال أعلن حظر التجوال في مخيم جنين وأحياء المدينة الأخرى، واستخدمت قواته المسيرات في استهداف المقاومين، وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها بعد تحويلها إلى سكنات عسكرية. الإسرائيليين بيتعمدوا إطلاق النار على المحولات الكهربائية من أجل قطع التيار الكهربائي عن مدينة جنين ومخيم جنين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية اللي تختلف هاي المرة عن سابقاتها من حيث العنف، من حيث المساحة، من حيث الدرجة. قوات الاحتلال واصلت حصارها المشافي في المدينة فيما ساد الدمار أحياءها، وبينما تواصل العدوان على شمال الضفة اشتعل جنوبها باقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل وشنها حملة اعتقالات طالت 6 فلسطينيين إثر عمليتين متزامنتين في جوش عطسيون وكرمات سور، استشهد منفذاهما زهدي أبو عفيفة ومحمد مرقة من الخليل، فيما أصيب 4 من جنود الاحتلال بالرصاص، وانفجر مركبتان مفخختان في المستوطنتين، ما أثار قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية من تطور عمليات المقاومة. وهذا بالتأكيد يؤشر على أنه لم يتبقى هناك أي أفاق للفلسطيني سوى المقاومة، لا أفق سياسي ولا أفق اقتصادي ولا أفق اجتماعي في ظل مصادرة كل الأراضي الفلسطينية الفارغة في الضفة الغربية، فبالتالي هذا يؤشر على أن المجموع الفلسطيني ككل بات يتبنى المقاومة. وكانت قوات الاحتلال قد قالت إن عمليتها في شمال الضفة متواصلة، وإنها تشمل حملات اعتقال طالت حتى الآن عشرات الفلسطينيين. خبراء عسكريون يؤكدون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيؤدي إلى تصاعد عمليات المقاومة، وأن جبهة شمال الضفة ستؤدي إلى فتح جبهات أخرى في وسط الضفة الغربية وجنوبها. نسر سلمي، رام الله، الميادين. في هذه التغطية مشاهدينا سيكون معنا بداية ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، هو معنا من بيت لحم. الزميلة نسرين سلمي، كنا قد رأينا تقريرها قبل قليل، تنضم إلينا من رام الله عبر الهاتف، وسينضم إلينا تباعا من جنين الصحفي عمرو مناصرة، من باريس عبد المجيد مراري المحامي والناشط الحقوقي، من قلقيليا الصحفي محمد نزال، ومن كوبنهاجن في الدنمارك بلال عيسى المتحدث باسم تحالف منظمي التظاهرات في كوبنهاجن. ولكن البداية مع الزميلة نسرين سلمي لنطلع منها على آخر التطورات في الضفة الغربية. نسرين، ماذا في آخر تطورات المشهد هناك في ظل عدم وضع سقف زمني إسرائيلي لهذا العدوان على الضفة؟ صحيح، لا يوجد سقف زمني لهذا العدوان تحديدا في جنين، التي تشهد الآن اشتباكات عند المحور الشرقي للمدينة، حيث تقوم قوات الاحتلال بمحاصرة منزل عند الشارع الاستيطاني شرق مدينة جنين، وتطلق قذائف إنرجا باتجاه هذا المنزل. المقاومون يردون باشتباكات وبالرصاص والعبوات محلية الصنع. لا نعرف من هو المنزل المحاصر أو لمن، لكن قوات الاحتلال تحاصره والاشتباكات تدور في المكان. كذلك حجم الدمار في المخيم واسع جدا، لدرجة أن تيارات الإسعاف لا تتمكن من الحركة بسهولة في داخل أزقة المخيم لنقل الإصابات أو المرضى. كذلك بحسب بلدية جنين،
هناك قوات الاحتلال دمرت شبكات المياه بشكل كامل عن المخيم و80% عن المدينة، بالإضافة إلى أن يوجد انقطاع كامل للكهرباء عن كل مدينة جنين بما فيها المخيم، ما ذات أيضا يهدد مشافي مدينة جنين التي اضطرت لإرسال عدد من مرضاها خصوصا مرضى الكلى إلى محافظات خارج جنين بعد التنسيق عن طريق الصليب الأحمر. قوات الاحتلال لا تزال تتواجد وتتمركز بشكل كبير في داخل أزقة مخيم جنين وفي مناطق منطقة دوار الحصان وحي الجبريات، هذه أكثر المناطق المتواجدة فيها قوات الاحتلال والتي تشهد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بفترات متقطعة، بالإضافة طبعا إلى سماع أصوات الانفجارات الناجمة عن العبوات محلية الصنع. قوات الاحتلال أيضا كانت اشتبكت مع المقاومين في محيط مشفى جنين الحكومي خاصة في الساحة الخلفية، حيث أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين هناك ومنعت حركتهم ومنعت تنقلهم، واشتبكت مع المقاومين في المناطق القريبة من المشفى، بالإضافة إلى إجبارها عدد من السكان على إخلاء منازلهم وتحويلها إلى مساكن وتكنات عسكرية لجيش الاحتلال. يضاف إلى ذلك حملات اعتقال واسعة تشنها قوات الاحتلال داخل المخيم، حملات تحقيق ميداني واعتقال لمقاومين ولشبان فلسطينيين، ليس بالضرورة من المقاومين ولكن من أهالي المخيم، يتم التحقيق معهم واعتقالهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، يتم تبليغ بعض الأسماء للمؤسسات الفلسطينية، لكن هناك أعداد أخرى غير معروف من تم اعتقاله أو أعداد من اعتقلوا من داخل مخيم جنين أو حتى من الحي الشرطي الذي شهد مثل هذه الحالة من التحقيق الميداني وحملات المداهمة للمنازل والاعتقالات. بالمجمل هذا الوضع في جنين نفسها، لكن قوات الاحتلال في هذه الأثناء أيضا تقتحم بلدة سعير إلى شمال مدينة شمال مدينة الخليل. كذلك هناك اعتداء من قبل المستوطنين على الفلسطينيين على الشارع المعروف بشارع 60 بالقرب من مستوطنة كرمات سور، حيث يقوم المستوطنون بإغلاق الشارع والاعتداء على مركبات الفلسطينيين بالحجارة بحماية من جنود الاحتلال الذين يطلقون الرصاص أيضا باتجاه المركبات الفلسطينية. قوات الاحتلال فرضت إغلاقا مشددا على الخليل وقراها وأعلنت عددا من المناطق فيها مناطق عسكرية مغلقة، فيما كانت شنت حملة مداهمات واسعة في مدينة الخليل وفي عدد من القرى القريبة منها. في بلدة خسرة انتهت المواجهات، لكن هناك 6 إصابات من بينها إصابة خطيرة برصاص المستوطنين الذين هاجموا القرية أيضا بحماية جنود الاحتلال وأطلقوا الرصاص باتجاه الشبان، مما أدى إلى هذه الإصابات. وضع الشاب وصف بأنه الآن مستقر لكن لا يزال في حال الخطر. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، حدثتنا عبر الهاتف من رام الله. ناصر اللحام معنا الآن أيضا مشاهدينا، كما ذكرنا في بداية هذه التغطية مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ومعنا من بيت لحم. ناصر، كنت أريد أن أبدأ معك بالحديث عن جنين والتطورات في جنين في ظل يمكن نتحدث عن سقف زمني مفتوح لهذه العملية أو لهذا العدوان الإسرائيلي، ولكن بما أنه ورد العاجل قبل قليل على شاشة الميادين نقلا عن منصة إعلامية إسرائيلية، متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يقطعون طريق أيالون في اتجاه الجنوب في تل أبيب، هذا المشهد مشهد التظاهرات، هل هناك من أي شيء جديد في ظل يعني إدارة نتنياهو للأذن الطرشة إذا صح التعبير في هذا السياق؟ تحياتي عبد الرحمن. في البداية لا فرق في الأحداث استراتيجيا بين ما يحدث في جنين والعدوان على جنين وما بين التظاهرات ضد نتنياهو وقطع شارع أيالون. اقتنع أهل الأسرى الإسرائيليون أن نتنياهو يقوم بخلط الأوراق عمدا، تارة نتسارين، تارة معبر رفح، تارة جنين، تارة طول كرم، من أجل أن لا يصل إلى النقطة التي يحسم فيها قراره باستعادة الأسرى وإجراء صفقة ووقف الحرب. وإذا لاحظنا بأن إسرائيل بالهجوم على شمال الضفة الغربية وعلى الضفة الغربية بشكل عام هي تشبه عمليات سابقة وعدوان سابق قامت به، لكن هذه المرة استخدام آليات أكثر وسلاح طيران أكثر ومحاولة قتل أكبر عدد ممكن من المقاتلين الفلسطينيين. الإضافة النوعية هي حجم الدمار والتدمير الذي تقوم به الجرافات الإسرائيلية والصواريخ ضد الممتلكات وضد المنازل، في إشارة إلى محاولة لترهيب الفلسطينيين
في كل المنطقة على شكل عقوبات جماعية من خلال قطع الماء والكهرباء وقطع السبل. خليل مغلق. بس بأي هدف ناصر؟ يعني بأي هدف عندما نعلم أنه هناك 70% من شوارع مخيم جدين قد تم تدميرها بهذا الشكل من قبل الاحتلال؟ يعني ما الهدف؟ ماذا يريد من خلال هذه الممارسات التي يقوم بها؟ هو فقط من أجل أن يسترضي اليمين المتطرف عنده، ولا مانع لديه أن تصبح جنين مثل بيت حنون وطول كرم مثل دير البلح، نفس الجيش، نفس العقلية الإجرامية ونفس التصور. وبالنسبة لهم لا فرق بين المدينتين، كلاهما ليستا مستوطنتين يهوديتين، وبالتالي الإجرام مسموح فيهم. المتظاهرون بهذا الزخم يحشرون نتنياهو، يضغطونه من أجل الإجابة على الأسئلة الأساسية، بينما يقول قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم يفكرون بالاستقالة، وعلى رأسهم رئيس الأركان هيرتسي ليفي ورئيس الشباك وغيرهم. فإن نتنياهو متمسك متشبث بالحكم بطريقة مريضة تسترعي انتباه جميع المحللين، وقلنا من قبل أنه استخرجوا من الاستخبارات العسكرية قبل 21 سنة التحليل النفسي الذي كتبه البروفيسور كمحي، شاول كمحي، في الاستخبارات العسكرية عن نتنياهو، أنه مريض نفسي نرجسي شكاك متشكك وأناني. وبالتالي هذا السلوك الآن يشاهدونه بعيونهم على صعيد مصالح إسرائيل. مصالح إسرائيل تضاربت مع مصالح نتنياهو الشخصية، غلب عليها مصالحه الشخصية، والحملة التي قام بها على شمال الضفة الغربية هي أيضا محاولة لخلط الأوراق وتدمير أي فرصة للتوصل لوقف الحرب. وإذا توقفت الحرب في غزة لسبب ما فإنها لن تتوقف في الضفة الغربية تحت أي ذرائع أو مسميات. وبالتالي محاولة القول بأن هناك جيشين، جيش فلسطيني يحارب في جنين وجيش إسرائيل، هذا ظلم كبير لمنطقة سكنية معزولة عن العالم. وللمقاومة الفلسطينية أيضا ناصر، يعني بنهاية المطاف المقارنة ما بين قدرات الجيش الإسرائيلي من جهة وقدرات المقاومة الفلسطينية هذا أمر غير ممكن، ولكن المقاومة تتصدى لأنها هي كما يعني معلوم هي أهل الأرض، هؤلاء الشباب يدافعون عن أحيائهم عن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. هذه أعتقد دائما نقطة يجب أيضا أن نفصل فيها وإعطاء المقاومة حقها في هذا السياق. المقاومة تتصدى لأنها تصنع المستحيل. صحيح. لا يوجد كلية عسكرية تقول إنه جيش بعشرات آلاف يهاجم منطقة سكنية فيها 10 مسلحين سلاح الطيران والمدفعية والمدرعات والمجنزرات والكلاب والمستعربين والكوماندوز واليمام واليمار وكل هؤلاء، بالإضافة إلى أجهزة التجسس والعملاء، كل هؤلاء يطاردون مواطنين لم يخرجوا من منازلهم بل يدافعوا عن منازلهم. هذه معادلة عسكرية تجرم الاحتلال، وإن كانت لا تبخس حق المقاتلين في أنهم يصنعون المستحيل في مثل هذه اللحظات، ولا حتى الجيش الأمريكي ولا الروسي يقف في مثل هذه الظروف التي يقف فيها الفلسطيني اليوم أمام هذه المعادلة والجرائم الإسرائيلية بتدمير المساجد ومحاصرة وتدمير المستشفيات وخرق كل شيء في القانون الدولي. يصبح مطلب اعتقال نتنياهو وأصدار هذا الأمر باعتقاله هو وقادة الجيش حاجة ملحة وضرورية للأمن الإنساني كله وليس للفلسطينيين فقط. ناصر سأسألك بعد قليل مجددا عما يحصل في الضفة الغربية انطلاقا أيضا من المعلومات الإسرائيلية وما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة أنهم يتحدثون عن الزج بقوات من الاحتلال الإسرائيلي يوازي حجمها ضعف ما هو في قطاع غزة، وهذا أمر لافت جدا، نريد أن نعرف لماذا ولماذا كل هذا الخوف. ولكن أيضا مشاهدينا انضم إلينا الآن السيد عمرو مناصر الصحفي من جنين والأستاذ عبد المجيد مراري المحامي والناشط الحقوقي من باريس. أبدأ معك عمرو مناصر وأنت تطل معنا من جنين لتنقل لنا الواقع كما هو من هناك، لأن زميلتنا نسرين سلمي كانت قد أفادتنا قبل قليل بأن هناك اشتباكات عند المحور الشرقي في جنين. ماذا في التفاصيل، ماذا في المشهد الآن من جنين؟ نعم صحيح، العملية العسكرية في جنين وفي مخيم جنين ما زالت مستمرة، ولعل أن اليوم هو أحد أبرز الأيام للمقاومة الفلسطينية خلال العملية العسكرية في المنطقتين في مخيم جنين وفي مدينة جنين. ولكن قبل
يعني قليل ورد علينا خبر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا بالقرب من الحي للأسف مشاهدينا انقطع الصوت من عند الزميل عمرو مناصر، سنعود إليه بعد قليل فور عودة الصوت مع عمرو مناصر. نذكر هو معنا مباشرة من جنين في الضفة الغربية، حيث تشخص كل الأنظار في هذه الأيام في ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي يا أستاذ عبد المجيد مراري، الذي لا يوفر أي شيء، لا يوفر الطرقات، لا يوفر البنى التحتية، لا يوفر أيضا المستشفيات، وهناك حصار، حتى موضوع المواد الغذائية بات الحصول عليه فيه صعوبة في جنين وفي بقية المناطق المستهدفة في شمال الضفة الغربية. أبدأ معك من موضوع المستشفيات أستاذ عبد المجيد، عندما نسمع ونحن في عام 2024 عن أن هناك جيش اسمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين يحاصر المستشفيات بهذا الشكل في الضفة الغربية، ما الذي يرتبه ذلك على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى الحقوق وأيضا حقوق الإنسان في العالم؟ نعم، طبعا إذا كنا في عالم يحترم قواعد القانون الدولي ويطبقها ويلتزم بها على المساواة مع كل من يخرقها ولا تكون هناك ازدواجية معايير، لا نال الاحتلال الإسرائيلي عقابه، وتمت يعني تم العقوبه، اصدار العقوبات في حقه في اطار سواء الفصل السادس او حتى استعمال القوه معه في اطار الفصل السابع، لانه عندما نتحدث عن استهداف المنشات الطبيه فهذا امر خطير جدا، تجاوز جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه، وليس فقط استهداف منشاه مدنيه بقدر ما هو الغرض منه اتمام جريمه الاباده الجماعيه، وجريمه الاباده الجماعيه هي الاخطر جريمه الأشد خطورة، هي الأشد خطورة من كل الجرائم، لذلك تجدها هناك اتفاقية خاصة بها وهناك فصل خاص بها في نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، فبالتالي ليست هناك اتفاقيات خاصة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، هناك اتفاقيات جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية هي منصوص عليها فقط في نظام روما في إطار المادة السابعة والمادة الثامنة، ولكن جريمة الإبادة هي لها اتفاقية خاصة. لذا نحن نقول منذ البداية كنا نقول بأن الهدف ليس هو غزة، وليس هو القضاء على حركات المقاومة في غزة، الهدف هو أكبر من ذلك، والدليل هو ما يحدث الآن في جنين وفي باقي المخيمات وباقي المناطق في الضفة، فبالتالي الهدف هو تركيز الاحتلال، هو تعميق الاستيطان، هو القضاء على كل نفس فلسطيني، هذا هو الهدف، وهذا يأتي في تصريحات اليوم سموتريش، اليوم سموتريش قال ذلك، قال أن وجود دولة فلسطينية ستهدد أمننا، فبالتالي ينبغي القضاء على الفلسطينيين، وأن الطفل الفلسطيني غدا عندما سيصبح شابا سينتقم منا، فينبغي القضاء عليه الآن قبل أن ينشأ هذا الطفل ويواجهنا بما نحن نرتكبه اليوم من جرائم. فبالتالي نحن أمام سياسة كانت مبرمجة ليست جديدة، ليس توجه الآن ابتدأ بعد هو ليس جديد أستاذ عبد المجيد، يعني هذا أيضا يعني ما يحصل في الضفة ربما حصل شيء مثيل له في عدة مرات، يعني خلال أكثر من 20 عاما كان هناك اقتحامات للضفة، كان هناك حرب على الضفة الغربية، بعد أيضا ما حصل في انتفاضة الأقصى أيضا كان هناك استشراس إسرائيل ضد الضفة الغربية، ولكن الآن مع التطور الإعلامي وجود وسائل التواصل الاجتماعي وصول الصورة إلى كل العالم لم يعد هناك بالإمكان إخفاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. انطلاقا من هنا، ما الذي يتترتب على ذلك قانونيا أستاذ عبد المجيد؟ وهل اليوم التعويل على القانون الدولي ما زال مفيدا، خاصة بعد الذي رأيناه في محكمة العدل الدولية وعدم قدرة المحكمة حتى الآن إصدار أي مذكرة توقيف بحق من قيل بأنهم قاموا بعملية إبادة جماعية في قطاع غزة؟ طبعا أنا كمحامي لا يمكن لي لا أقام تمسكا بهذا الخيار القانوني، لأنني لا أتقن غيره إلا الممارسة القضائية ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحافل الدولية سواء محكمة الجناية الدولية أو في القضاءات الأوروبية. أكيد استمعتم إلى أنه البارحة فقط أدخلت شكايتين أمام المدعي العام الفرنسي على خلفية تصريحات لخاخام فرنسي ربما يأتي الحديث عليها، فبالتالي هذه المواجهة القضائية نحن نؤمن بها ونعول عليها، والذي يؤكد ذلك هو المذكرة الأخيرة التي أصدرها من 5 أيام أصدرها السيد المدعي العام، وهي مذكرة تاريخية صراحة، وصفناها بأنها ثورة قضائية فيما حملته من توصيفات ومن تحليلات قانونيه. السيد المدعي العام في عريضته الاخيره التي تقع في 49 صفحه كانت قويه جدا، دافع عن مذكره توقيفه،
احرج قضاه المحكمه الجنايه الدوليه مارس ضغط على محكمه الجنايه الدوليه، ولكانه يقول لهم انه يبرئ ذمته من 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 ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وانه يضع الكره في سله قضاه محكمه الجنايه الدوليه. طبعا القضاه نحن نتفهم هذا التاخر لاعتبار ان العرقله التي وضعت له وضعت وتعرضوا لها من خلال تقديم 60 دوله دفعه واحده مجموعه عرائض من اجل عرقله سير صدور المذكرات احتجاجا باستنادا الى الماده 103 واحتجاجا باتفاقيه اوسلو، وهذا ربما اتى تفصيله تحدثت عليه كثيرا. فبالتالي المذكرات ستقع، وان محكمه الجنايه الدوليه لا اقول بانها الخيار الوحيد لكن خيار مهم جدا، وان المذكرات ستقع، ستصدر هذه المذكرات. متى يا استاذ عبد المجيد؟ نعم متى؟ طبعا ستصدر المذكرات لانه الاجل الذي اعطيها، لان هناك اجلات طبعا عندما نتابع كواليس محكمه الجنايه. وانا اسالك متى؟ نعم متى يعني تاريخ صدور هذه المذكرات متى؟ انا عندي تاريخ فقط واحد، وان محكمه الجنايه الدوليه اعطت اجل السيد المدعي العام 26 من اوت، وهو كان من 4 ايام، بمعنى كان له اجل ان يقدم تلك المذكرات فتقدم بها بيومين قبل، ثم بعد ذلك آخر مذكرة قدمت هي للمدعي العام، بمعنى أنه انتهت المذكرات. الآن اعتكاف القضاة هو على صدور المذكرات، الطعون كلها الآن استنفذت، الآن تم الأجل، كل الأجل استنفذت. الآن ليس أمام القضاة إلا دراسة هذا الأمر، دراسة لا. المذكرات وإصدار الأمر فيها، فهو مسألة وقت، ولا يمكن أن أحدد تاريخ لأن هذا ليس من صلاحيتنا، ولا يدخل ولا نعرف، لان ليست هناك اجال محدده في محكمه الجنايه الدوليه للاسف الشديد، فبالتالي هذا يدخل. لكن نحن متاكدون بحكم اخر اجتماع لنا داخل محكمه الجنايه الدوليه في 24 من جويلية الشهر الماضي، وهو ان القضاه مقتنعين بان نتنياهو وغالانت يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، ونحن نسعى الى ان يقتنعوا كذلك بانهم يرتكبوا جرائم اباده، وهي الجرائم الاشد خطوره والتي تصل العقوبه فيها في محكمة الجنايه الدوليه الى 30 سنه، لاننا سنبني على تلك الادانه. ثم لا ننسى اننا ليس فقط امام محكمه الجنايه الدوليه، لا ننسى بان هنا المدعي العام الفرنسي لربما يصدر في الايام القليله القادمه مذكره توقيف كذلك. هذه سأعود إليها يا استاذ عبد المجيد، ساسالك بعد قليل عن شكوى المقدمه للمدعي العام ضد كبير حاخامات الجاليه اليهوديه في فرنسا، لانه ايضا هذه نقطه مهمه. ساسالك أيضا إذا ما كان اليوم في ظل الانتهاكات في الضفة الغربية من المفيد جمع الأدلة أيضا وربما رفع شكوى جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الانتهاكات الحاصلة في الضفة الغربية، ولكن أريد أن أستفيد من عمرو مناصر المتواجد معنا من جنين لينقل لنا الصورة من هناك بشكل مباشر. انقطع معه الصوت قبل قليل، هو جاهز معنا الآن. إذا عمرو، ماذا في آخر تطورات في جنين؟ كنت ذكرت لك قبل قليل أنه زميلة نسرين سلمي أفادتنا بحصول اشتباكات عند المحور الشرقي في جنين، مشهد كيف هو الآن؟ نعم، العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيم جنين مستمرة منذ ما يزيد عن 100 ساعة. لعل أبرز آخر الأخبار حاليا وردتنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منزلا يعود لأحد الشبان الفلسطينيين في الواقع على الشارع الالتفافي بالقرب من الحي الشرقي في مدينة جنين، حيث تلك المنطقة منذ اليوم الأول شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة، تحديدا بالساعة الأخيرة المقاومة الفلسطينية استبسلت بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن مخيم جنين كذلك اليوم سطر مشهدا كبيرا في الكمين الذي نفذه مقاومون فلسطينيون في حي الدمج، وارتقى شهيدين في تلك العملية ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 شهيدا. الشهيدين هما محمد أبو طلال من مخيم جنين، والذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الكمين الواقع في حي الدمج في المحور الشرقي لمخيم جنين، أحد أبرز كتائب القسام في المخيم، بالإضافة إلى الشهيد أمجد القنيري أحد أبرز عناصر كتيبة جنين سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في كمين محكم نفذوه ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتوغل في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك إصابة عدد آخر من جنود جيش الاحتلال، ويبدو كان حدثا صعبا في المنطقة نتيجة وجود نجمة داوود في المنطقة وطائرات مروحية كبيرة. ومنذ تلك اللحظة لحد هذه اللحظة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنفار كبيرة جدا في تلك المنطقة، أصوات الاشتباكات والانفجارات وتفجير عبوات الناسفة لم تهدأ منذ الساعة 10 صباحا حتى هذه اللحظة في المنطقتين، في المنطقة الشرقية من مدينة جنين وكذلك في المنطقة الشرقية كذلك من مخيم جنين، حيث يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقتين أكبر بأكبر ويدفع بتعزيزات كبيرة جدا.
ولم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق جميع محاور المخيم والحي الشرقي بالإضافة إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا الذي ما زال يتواجد جيش الاحتلال في تلك المنطقة منذ اللحظات الأولى لتنفيذ العملية العسكرية. نحن نتحدث عن 4 أيام متواصلة بشكل دائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتواجد في تلك المنطقة ومن خلف آليات عسكرية إسرائيلية تخرج منطقة مخيم جنين على ما يبدو وتتجه نحو الحي الشرقي في مدينة جنين نتيجة الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك مع الشبان الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية في هذا الحي الذي تعرض لأكبر عملية تهجير ونزوح وممارسة ضد الإنسانية منذ عام 2002 حيث دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 70% من شوارع مدينة ومخيم جنين نتيجة العدوان المستمر وما أدى إلى انقطاع كبير في تيار الكهرباء وشبكات الاتصالات وكذلك انقطاع في خطوط المياه وبلدية جنين قالت أنها غير قادرة على مواجهة ما يحدث. ويوم غد أكد محافظة مدينة جنين على اجتماع طارئ في بلدة برقين من أجل مشاورة التطورات الميدانية داخل المدينة وداخل المخيم لأن فعليا الوضع الإنساني صعب جدا في المنطقتين في منطقة المخيم وفي منطقة جنين. هنالك أطفال، هنالك كبار في السن، هنالك وناس لديهم أمراض مزمنة لا يستطيع الوصول إلى المستشفيات، لا يستطيع الوصول كذلك من أجل ممارسة احتياجاتهم اليومية من غذاء ومن طعام. فلذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة العقاب الجماعي في حق المدنيين وبحق سكان مدينة جنين ومخيم جنين نتيجة المقاومة الفلسطينية المستمرة والتي انطلقت من مخيم جنين فعليا وحتى وصلت للمدينة وامتدت حتى شمال الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك الزميل عمرو مناصرة على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها مباشرة من جنين. وبالتأكيد عمرو سنعود إليك عند حصول أي تطور جديد إذا كنت جاهزا أيضا في تغطيات أخرى لتنقل لنا المشهد من داخل جنين. قبل أن أعود للأستاذ عبد المجيد مراري، ناصر هناك يعني قبل أن ندخل إلى هذه التغطية الخاصة كان هناك تصريح إسرائيلي لوزير الخارجية إسرائيل كاتس يصوب فيه باتجاه إيران، يقول أن إيران تعمل على إنشاء بنية تحتية للإرهاب الإسلامي في الضفة الغربية. وهذا ليس الاتهام الأول، ليس الكلام الأول من قبل المسؤولين الإسرائيليين عن أن إيران تقف خلف ما يحصل في الضفة الغربية من مقاومة وتصاعد المقاومة. لماذا هذا التصويب على إيران من قبل المسؤولين الإسرائيليين؟ أي سياسة يعتمدونها في هذا السياق؟ ما هي أهدافهم من ذلك؟ أولاً إيران هي العدو الأول لإسرائيل منذ 93 لغاية الآن وكل التصويب عليها. في 2012 ترك نتنياهو كل الملفات وبدأ يشتغل فقط في ملف واحد اسمه إيران وإيران النووية. بالمناسبة هذه الاتهامات شهدتها بقوة على الإعلام الأمريكي والإعلام الأمريكي يأخذ التصريحات الإسرائيلية كمسلمات. ممكن الجمهور الإسرائيلي لا يأخذها مسلمات لكن الأمريكان يأخذونها كمسلمات وبالتالي هي مبرر لما يفعله جيش الاحتلال من جرائم في الضفة الغربية. لأنه كيف يمكن أن يفسر دخول كل هذا الجيش 1000 جندي مقابل كل مسلح فلسطيني واحد وربما يكون في حراسة أو بأي شكل من الأشكال إلا إذا اخترعوا ذريعة تبرر لهم أمام أوروبا وأمام أمريكا الجاهزين لقبول أي ذريعة بأنهم يحاربون إيران. وبالتالي الآن الهجوم على المستشفيات والهجوم على سيارات الإسعاف وشركة والبنية التحتية والكهرباء والماء وتجريف الشوارع بدلا من أن يسألهم العالم ماذا تفعلون هنا سيقولون نحارب إيران. وغدا سوف يهدمون المسجد الأقصى ويقول نحن نحارب إيران وستجد كثير من الدول العربية تشتري هذه البضاعة الفاسدة. هذه إسرائيل كانت تمثل السياسة الخارجية الإسرائيلية وهو صديق مقرب لنتنياهو وبالتالي هذه فلسفة الليكود في تبرير الجرائم ومستمرون بها وعلى أمل أن يعطيهم أطول أيام ممكنة وأطول فترة ممكنة في محاربة الضفة الغربية وتدميرها. وكلما شددوا وهولوا من خطر وجود إيران في الضفة كلما أخذوا وقت أكثر لتدمير أكبر قدر ممكن من مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية. لابد ناصر هنا عفوا على المقاطعة، لابد أن نسأل عن انعكاس هذه التصريحات على الفلسطينيين أنفسهم. يعني عندما يقول الاحتلال الإسرائيلي أنه من يقف خلف هذه المقاومة إيران، من يأتي بالسلاح هي إيران،
من يدعم بالمال هي إيران. في حتى في الضفة الغربية تريد أن تبني إيران في الضفة الغربية بنية تحتية للإرهاب الإسلامي، هكذا يقول إسرائيل كاتس. كيف تنعكس هذه التصريحات على البيئة الفلسطينية، على الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني واعي وسياسي بامتياز، ويعرف أن إسرائيل حين بدأت حربها على غزة قالت إن اتهمت إيران، وحينما تهاجم لبنان وتدمر القرى تقول إيران، وبالتالي الفلسطينيون مر عليهم مثل هذه الألاعيب، وهم بالذات لا تنطلي عليهم الأحابيل الإسرائيلية. في 2002 كان هناك عملية عيون الحرامية شهيرة قتل فيها قناص فلسطيني، قتل 13 ضابط إسرائيلي. كتبت الصحافة العبرية أنه هذا القناص جاء يساعد الفلسطينيين من إيرلندا. المهم أن لا يكون هنالك أي جهد فلسطيني ولا انتصار فلسطيني ولا قدرة فلسطينية، ودائما تحاول إسرائيل بأن تقول بأن الفلسطينيين يتسولون حتى رواتبهم ولقمة العيش، والحقيقة أن فلسطين غنية ويمكن أن تتبرع لولا الاحتلال الذي يحاصرها وينهب أموالها ويصادر أموالها، والذي يتسول هو إسرائيل. إسرائيل من دون الدعم الخارجي لن تصمد ولا يوم. الشعب الفلسطيني صمد آلاف السنين من دون أي دعم، بالعكس حتى الدول التي جاءت إليه كانت تأخذ خيرات وعبر البحار وتأخذها إلى ما وراء البحار. أستاذ عبد المجيد مراري، أنا لا أريد أن أحرمك بالمواضيع السياسية لأن حضرتك محامي وناشط حقوقي، ولكن إذا أمكن أيضا أن نعلق على هذه الجزئية بخصوص الاتهامات الإسرائيلية لإيران بموضوع دعم الضفة الغربية، موضوع دعم قطاع غزة، في ظل محاولات إسرائيلية تظهير الأمر بأنه مواجهة مع إيران، ولكن في المقابل ألا يزيد ذلك إيران على مستوى الحضور والتأثير الشعبي خاصة في العالمين العربي والإسلامي في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني بهذا الشكل؟ طبعا ما تقوله هذا الدعاء الإسرائيلي هو الهدف منه بداية هي الاختباء وراء هذا البعبع. تريد أن تصنع من إيران بعبعا في المنطقة كي ترسل رسائل لعدد من الدول العربية والتي لربما علاقتها علاقة غير مستقرة مع إيران، في حين أنها تريد أن تخبئ أمر مهم جدا وتخفي أمر مهم جدا، ومن يدعم إسرائيل وبأي سلاح يقتل الطفل الفلسطيني، بأي سلاح يقتل تدمر المستشفيات، بأي سلاح كانت مزرعة النصيرات والمعمداني ومستشفى الأندلسي، بأي سلاح تم تفجير تلك الأماكن، أليس بالسلاح الأمريكي وبالسلاح الأوروبي؟ أليس هذا مسؤولية لهذه الدول يجعلها فاعلا مباشرا في هذه الجرائم؟ هذا هو السؤال الحقيقي، بأي سلاح يقتل الشعب الفلسطيني؟ من الفاعل الحقيقي في ذلك؟ الفاعل المباشر هو الاحتلال الإسرائيلي، لكن المشاركين في هذه الفضاعة والمشاركين في هذه الجرائم والقانون الدولي يشير إلى ذلك. المسؤولية واقعة، محكمة الجناية الدولية وأي جهة قضائية عندما ستبت في الموضوع ستجر إلى المساءلة كل الدول الشريكة. لماذا؟ لأن بعد التحقيق أو أثناء التحقيق سيتم التثبت من طبيعة هذه الأسلحة، من صناعتها، من أصل هذه الأسلحة، فبالتالي ستجر هذه الدول، لأن هناك فصول المادة الثالثة، وهذا أشير إليه دائما، المادة الثالثة من اتفاقية جريمة الإبادات تتحدث عن المشارك في الفقرة الخامسة، وهي تتحدث يعاقب بموجب هذه الاتفاقية، وتذهب إلى الفقرة الخامسة تقول من يشارك في أعمال إبادة جماعية. فبالتالي العقوبة التي ستنالها إسرائيل أمام القضاء الدولي سواء الجنائية الدولية أو القضاءات الأوروبية هي نفسها، ستطال الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وبريطانيا وغيرها والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية فاعل في الميدان، وهذا هذا تعلن عليه وتقول بأن قائدتها المتواجدة هناك أنها تعطي استشارات عسكرية، وأن وزير الخارجية عندما يأتي دائما يأتي بضوء أخضر لارتكاب مجازر دائما، وكلما حل بلينكين في المنطقة إلا وكانت وراء تلك الزيارة مجزرة من المجازر، بمعنى أنه يأتي كي يبارك وكي يعطي الضوء الأخضر لارتكاب هذه المجازر بعد عودة يعني نتنياهو من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد عودته ارتكب مجزرة اغتيال إسماعيل هنية، بمعنى أنه أتى من زيارته الولايات بضوء أخضر بتصفية أحد القيادات السياسية. فبالتالي هذا هو الأمر، السؤال هو بأي سلاح يقتل الطفل
الفلسطيني وأن هذا الأمر لن يمر دون مساعدة. أستاذ عبد المجيد مراري، سؤال أخير لك في هذه التغطية، الشكوى للمدعي العام في فرنسا ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا لترويجه بشكل مباشر جرائم الحرب في غزة، ما الجديد في هذه الشكوى وما الذي يمكن أن ينتج عنها؟ طبعا هذه خطوة مهمة، لأنه كانوا كل نشطاء في القضية الفلسطينية بما فيهم برلمانيون محسوبون على فرنسا الأبية وغيرها، كانت هناك مجموعة من المحامين ومجموعة من المنظمات الإسرائيلية المتواجدة هنا في فرنسا ترفع شكاوى ضدهم ويستدعون إلى مخافر الشرطة ويتم استفسارهم. آخرهم كان الدكتور فرانسوا بيرغان المفكر الفرنسي الكبير ورئيس أكبر الأكاديميات الفرنسية، والذي تم استدعاؤه واستفساره على خلفية تصريحات لا تلقى إلى ربع تصريحات خاخام الفرنسي. بالتالي هذا نوع من التوازن في المواجهة القضائية هنا في فرنسا، وهذه خطوة مهمة على اعتبار أن ما قاله خاخام كبير خاخامات اليهود هنا في فرنسا تصريح خطير جدا، هو إشادة بأعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الفرنسي، المادة 60 تعاقب عليها في القانون الجنائي الفرنسي. لذلك دفع أحد برلمانيين النواب الفرنسيين ومعهم منظمة أخرى هنا في فرنسا نعرفها صديقة، تقدمت كذلك بشكاية ثانية في نفس الموضوع على اعتبار أن تلك التصريحات تصريحات يعاقب عليها القانون الفرنسي. وعلى مثل تلك التصريحات تم استدعاء عدد من النواب الفرنسيين المساندين للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، تم استدعاؤهم من أجل تصريحات أقول أقل منها بكثير. هذا أشاد بهذه الأعمال وقال بأنه مرتاح لتلك الجرائم، لجرائم الحرب ولجرائم الإبادة، وهكذا ينبغي أن تواجه إسرائيل أمنها وتحافظ عن أمنها بارتكاب هذه الفظاعات، وأن تقتل ما يزيد على 18 ألف طفل وفي المجموع 40 ألف قتيل وما يزيد في فلسطين. هذا الذي يريح الخخام وهذا ما يعاقب عليه القانون الفرنسي. فالمدعي العام قال بأنه يطلع على هذه الشكاية وأنه توصل بالتسجيلات كلها وأنه يطلع عليها، وبعد ذلك سيتم تحديد الموقف من ذلك، وأكيد أنه سيتم استدعاؤه واستفساره في هذا الأمر، لأنه استدعوا شخصيات سياسية وازنة هنا في فرنسا تمت استدعاؤها. ماذا سيمنع المدعي العام أن يستدعي خاخام الخاخامات إذا كانوا أئمة المساجد يتم طردهم على خلفية تصريحات لا تلقى إلى مثل هذا التصريح، يتم طردهم من فرنسا، فكيف لا يمكن كذلك السماع إلى خاخام فرنسا ولما اتخاذ قرار يلقى تلك القرارات التي تتخذ في حق الأئمة هنا في فرنسا وفي حق عدد من النواب الفرنسيين والشخصيات الفكرية والأكاديمية كذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المجيد مراري المحامي والناشط الحقوقي على وجودك معنا في هذه التغطية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، مع الإشارة مشاهدينا إلى بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يدعون الجمهور إلى الاستعداد، سنشل الدولة هكذا يقولون. ناصر، هل بإمكانهم فعلا شل الدولة كما يقولون في هذا البيان، أم أنه هذا عنوان كبير ربما لحشد الإسرائيليين أكثر ضد بنيامين نتنياهو؟ اتحاد النقابات الإسرائيلي استدروت سقط في جميع الامتحانات وخان النقابات، فقد بدأ ليكوديا متماهيا مع نتنياهو، وحين طالبه الإسرائيليون أن يقف معهم لوقف الاعتداء على المحكمة العليا والقضاء استنكف ولم يقم بدوره. إسرائيل ستشل من إضراب المعلمين، فقد فشلت الوسطات وإذا أضرب المعلمون، رغم أن نتنياهو قال لهم لا يضربون بالحرب والوزير هددهم بقطع رواتبهم، لكن اتحاد المعلمين بعكس الهستدروت كان صارما واضحا وسيشل الدولة. إذا كان لأسر الأسرى الإسرائيليين أهمية فهم يعطون الشرارة لباقي النقابات لكي تنطلق، فهم الوحيدون الذين حافظوا على جذب التظاهرات طوال هذه الأشهر العشرة. ويبدو ناصر أنهم بدأوا يحددون مواعيد، يعني عندما يقولون بأن نتنياهو فرط بالمخطوفين وابتداء من الغد الدولة ستهتز، هل هناك معطيات ناصر عن كيفية هذه التحركات؟ لأنه ذكرت حضرتك الهستدروت قبل قليل ولم يتحرك بالشكل المطلوب أو أنه خذل الإسرائيليين كما ذكرت، ولكن طريقة واحدة لشل الدولة هي قطع الطرقات ويستطيعون ذلك. إذا قطعوا الطرقات بين تل أبيب والقدس شارع واحد يكفي لشل إسرائيل، فإذا قطعوا الطرقات ويستطيعون ذلك وهذا بمقدورهم وبإمكانهم، يكون أمام الشرطة الإسرائيلية أن تفعل بهم ما فعلته بالحريدين لإجبارهم على التجنيد، وانتصر الحريدين
وهؤلاء إذا قرروا قطع الطرق فإن الشرطة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو ستكون في الزاوية ويستطيعون فعل ذلك فعلا. عفوا ناصر، قبل أن أنتقل لمحمد نزال وبلال عيسى، أريد منك يعني إذا أمكن، إذا كان هناك إمكانية للتفصيل لما تنقله بعض المنصات الإعلامية الإسرائيلية، الناطق باسم الجيش سيسمح بالنشر خلال 24 ساعة المقبلة تفاصيل عن حدث صعب وقع في غزة، تفاصيل حساسة جدا هكذا يقولون، حدث مأساوي، الرقابة العسكرية تمنع نشر مواد التفاصيل خطيرة. هل هناك من معلومات عن هذا الموضوع الذي فيه معلومات خطيرة وتفاصيل حساسة جدا كما يقول الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ما ورد لدي وبشكل غير رسمي أنه استعدوا ست جثث لإسرائيليين كانوا في غزة. على ما يبدو إذا وصفت إسرائيل حدث من مأساوي، أن الجيش الإسرائيلي قد يكون قصفهم وقتلهم، لأن حماس لا تقتل الأسرى، وبالتالي هذا الاحتمال موجود، إلا إذا كان هنالك شيء مفاجئ أكبر من هذا ولا نعرفه. لكن ما لدي الآن هو أنه تم إبلاغ العائلات للجثث التي تم استعادتها، وقد يكون هناك تفاصيل يعني مميزة حول هذا الأمر. فقط هذه معلوماتي حتى الآن. سأعود إليك بعد قليل أيضا ناصر، أسألك سؤال أخير عن حجم القوة التي يستخدمها اليوم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 20 كتيبة، الحديث أيضا عن أنه من يشاركون في العدوان على الضفة الغربية هم ضعف من يشاركون في العدوان على قطاع غزة. ولكن قبل ذلك نذهب مشاهدينا إلى قلقيلية كما نتابع في الصورة معنا الصحفي محمد نزال. إذا محمد، قبل قليل أفادتنا الزميلة نسرين سلمي بأنه هناك اعتداءات من قبل مستوطنين على مركبات الفلسطينيين على دوار قدوميم شرقي قلقيلية، ماذا في تفاصيل هذه الاعتداءات؟ نعم زميلي، قبل قليل تجمعات للمستوطنين على دوار قدوميم شرقي قلقيلية على الطريق الواصل بالتحديد بين محافظتي نابلس وقلقيلية. المستوطنون يقومون بمهاجمة المركبات الفلسطينية ورشقها بالحجارة، وحاليا يعني تشهد حركة السير في المنطقة توقف تام بسبب هذه الاعتداءات. أيضا قبل قليل قامت قوى راجلة من جيش الاحتلال باقتحام منطقة المرج في مدينة قلقيلية، وداهمت أحد الأراضي الزراعية واحتجزت عددا من الشبان قبل أن تنسحب من المنطقة. في نفس السياق أيضا قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حجة شرقية قلقيلية، من ثم انسحبت منها في وقت آخر. مع الجدير بالذكر بأن منطقة القرى الشرقية وبالتحديد بلدات حجة وباقة الحطب تشهد منذ عدة أيام اقتحامات شبه يومية ومداهمة لمنازل المواطنين والاعتداء على سكان هذه القريات. يعني شهدنا قبل عدة أسابيع قامت قوات الاحتلال يعني بملاحقة شاب أعزل وإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته في قدمه. وفي وقت لاحق يعني أعلنت المصادر الطبية عن بتر قدم هذا الشاب نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة باقة الحطب. يعني العدوان الإسرائيلي لا يقتصر فقط على جنين، فهو الآن يعني نتحدث عن عدوان واسع على مدن الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان المتواصل على مخيم جنين. وأيضا نود التذكير بأن قوات الاحتلال يعني اليوم نشرت عددا من الحواجز على مداخل البلدات القريبة من محافظة قلقيلية ودققت في هويات المواطنين وقامت باحتجاز عدد منهم. يعني تشهد منطقة قلقيلية في الآونة الأخيرة تشديدات إسرائيلية يعني على الحواجز وعلى مداخل هذه البلدات، وأيضا قامت بنصب بوابات حديدية لعرقلة تنقل المواطنين بين بلدات شرق وجنوب محافظة قلقيلية في محاولة منها يعني لتضييق الخناق على المواطنين. ونود أيضا يعني الحديث أيضا عن بأن قبل قليل يعني وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش صرح وقال يجب على أن عمليات جيش الاحتلال أن تتوسع في الضفة الغربية سواء في شمالها أو جنوبها. يعني هذه تصريحات الحكومة الإسرائيلية. شكرا.
يعني شكرا جزيلا لك الصحفي الزميل محمد نزال على وجودك معنا من قلقيليا، ونقلك أيضا الواقع والصورة كما هي من هناك في ظل هذه الاعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين في شرقي قلقيليا. مشاهدينا، في ظل هذه الأجواء، في ظل هذه الظروف، استمرار العدوان على قطاع غزة، العدوان على الضفة الغربية، عواصم ومدن أوروبية مختلفة تشهد تظاهرات شعبية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في الدنمارك أقيمت في العاصمة كوبنهاغن وفي مدينتي أودنسي ووارهوس تظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب على غزة. وفي السويد خرج مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في شوارع ستوكهولم ومدينة أوبسالا. هذا وأقيم نشاط رياضي في مدينة مالمو عنوانه سباق الحرية من أجل فلسطين حرة. أما في هولندا فشهدت مدينة أمرسفورت تحركا حاشدا نصرة لغزة والشعب الفلسطيني. المشهد نفسه تكرر في العاصمة الألمانية برلين ومدينة سالتسجيتر، حيث خرجت تظاهرات دعما لغزة وتنديدا بالإبادة الجماعية. أما في العاصمة البريطانية لندن فأقام أطباء وقفة تضامنا مع الأطباء والكوادر الطبية العاملة في قطاع غزة. عن هذا الموضوع مشاهدينا كان قد انضم إلينا خلال هذه التغطية الأستاذ بلال عيسى المتحدث باسم تحالف منظمي التظاهرات في كوبنهاغن. أهلا بك معنا بلال من الدنمارك. نتحدث عن تحرك جديد في كوبنهاغن في بقية المدن والعواصم الأوروبية. ما جديد هذه التحركات، الشعارات المرفوعة، وما هي المطالب أيضا؟ شكرا كثير، تحياتي للجميع المشاهدين والضيوف الكرام. هي بالنسبة للمظاهرات اللي بنكون فيها في عدة دول أوروبية، في كل أوروبا وأمريكا وكل دول العالم. بالنسبة لإلنا لما بدأنا في الحراك من خلال تحالف، الحراك كان هو كبداية، كان مجمع الحراك على مواقف محدودة ومعينة يعني كتير دقيقة، وهي أولا بأنه المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري غربي، وهو كمان مشروع صهيوني عنصري وإحلالي، ومن خلاله توجهنا إلى المجتمع الفلسطيني من خلال الممثل بمؤسساته المدنية لنرى ما هي المطالبات الموجودة. فبدأنا الحراك بمطلبين أساسيين، أول واحد هو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات على قطاع غزة بدون قيد ولا شرط. وبدأنا في الحراك بمظاهرات يومية لعدة أشهر، وكان جزء من الاستراتيجية التصاعدية أنه ضفنا مطالب أخرى إلى الحراك. طيب بلال، في ظل استمرار هذه التحركات، لأنه كان معنا أيضا من برلين السيد إبراهيم إبراهيم في تغطية سابقة وهو أيضا منسق للتحركات في برلين، هو تحدث عن ضغوطات، تحدث أيضا عن إبلاغ الشرطة الألمانية لهم بأنه في مكان التظاهر كان هناك أيضا وضع لقنبلة واضطروا إلى نقل مكان التظاهر والتحرك في كوبنهاغن في الدنمارك. هل أيضا تتعرضون لمثل هكذا ضغوطات، لمثل هكذا ربما إشاعات وربما تهديدات أيضا قد تتعرضون لها في ظل هذه السياسة الإسرائيلية بحق من يتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ نعم، يعني هي الضغوطات بدأت من اليوم الأول من المظاهرات في أكتوبر. كبداية كانت في حملات ممنهجة تحريضية من السياسيين من الأحزاب اليمينية وصناع القرار والسطارة الصهيونية الموجودة في الدنمارك، وكانت حملات تحريضية تتهمنا بدعم الإرهاب، ولكن احنا استمرينا في مطالبنا بوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات، وأضفنا مطالب برفع الحصار كليا على غزة واستعادة الأسرى الفلسطينية من خلال صفقة تبادل، وكمان طلبنا الحكومة الدنماركية بوقف تجارة الأسلحة مع الحكومة الصهيونية. الضغوطات اللي تعرضنا لها هي كانت ضغوطات تحريضية، وكمان تعرضت إليها شخصيات متضامنة مع القضية الفلسطينية، وبالأخص
الفلسطينيين نفسهم، وكان من خلال الاتهامات بأننا داعمين للإرهاب والإبادة، وإحنا نتظاهر ضد الإبادة. نعم ورأينا أيضا أنه أقيمت ضد عدة شخصيات، لحد الآن ما يقارب 86 قضية جنائية ضد ناشطين سياسيين يتحركون تضامنا مع الشعب شكرا. الفلسطيني. للأسف بلال العيسى انتهى وقت هذه التغطية، أشكرك جزيل الشكر متحدث باسم تحالف منظمي التظاهرات في كوبنهاجن، كنت معنا من الدنمارك. ناصر أختم معك بسؤال وأحتاج إجابة مختصرة، الزج بكل هذه القوات، يقال في الإعلام الإسرائيلي ضعف القوات التي تقاتل في غزة تقاتل اليوم في الضفة الغربية، لماذا كل هذه القوات؟ قبل طوفان الأقصى كان هناك 26 كتيبة في الضفة الغربية، ما يقارب 30,000 جندي بالإضافة للمعسكرات والمستوطنات. اليوم الحديث عن أكثر من ذلك بكثير، يقال أكثر من ثلث الجيش الإسرائيلي موجود في الضفة الغربية، يضاف إليه 600,000 مستوطن ومعسكرات الجيش ومعسكرات الأمن ومعسكرات حرس الحدود. كل هذا لا يستطيع أن يوفر الأمن للإسرائيليين، لا الجنود ولا المستوطنين. والعبرة في هذا الموضوع أن الاحتلال العسكري وهو أمر مكرر يعني غير مقبول بالنسبة للسكان الفلسطينيين. من يدفع بكل هذه القوات هو لا يملك خطة عسكرية ولا يملك خطة سياسية، هو خائف من الأيام، وواضح تماما أن نتنياهو شخصيا خائف من الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك مدير مكتب المدينة في فلسطين المحتلة ناصر اللحام على وجودك معنا في هذه التغطية. شكر الدائم والأكبر لكم مشاهدين على المتابعة، دائما للمزيد الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية، وإلى اللقاء.